أعطنا نزال أمامنا يجمع بين الروسي ميكلاشنينكو دانييلا والبلجيكي أولاد الحاج عمر يونس عن وزن أقل من 67 كيلوغرام رجال. أول يوكو أو إنذار لكلا اللاعبين. إيبون 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 لصالح الروسي. فعل إيبون لصالح الروسي. ثلاث نقاط يونس أولاد الحاج عمار مصنف البلجيكي المصنف 33 عالميا. شارك في بريمير ليغ القاهرة الشهر الماضي أقصي من الدور الأول في بريمير ليغ وفي بطولة أوروبا لأقل من 21 عام أقصي من الدور الثالث هذه السنة. فيما الروسي دانييلا صنف 82 عالميا. بلجيكي على مستوى الارقام افضل من الروسي. بلجيكي والروسي 82 عالميا. اول يوكو للبلجيكي. اذا شارك في بريمير ليغ القاهره الشهر الماضي اقصي من الدور الثالث. اليوم يبحث عن ميدالية برونزية أظن يوكو. ماذا هنالك؟ هل هي يوكو أم وزاري؟ بالنسبة للروسي دانييلا الفعل وزاري. وزاري نقطتين إضافيتين للروسي دانييلا أمام البلجيكي أولاد الحاج عمار يونس. خمسة مقابل واحد. دار موجه للاعب الروسي. اللاعب البلجيكي يبحث عن العودة في النتيجة. هل هناك يوكو؟ هناك إصابة يعاني منها الروسي دانييلا. الروسي دانييلا ميخايليتشينكو دار يوجه للاعب البلجيكي. نبحث عن الإيبو من خلال الحركة الماضية اللاعب البلجيكي خلال عملية الإسقاط وبعد ذلك توجيه لك ما تحتسب بإيبون ثلاث نقاط.
العودة إلى الفيديو، طالب بمراجعة الفيديو من جانب مدرب اللاعب البلجيكي، نظن يطالب بالإيبون. انتظر لنتأكد. عملية الإسقاط وبعد ذلك توجيه اللكمة. قام بهذا الحركة، لا يوجد أي شيء. 16 ثانية، ست ثواني. طالب بالعودة إلى الفيديو من جانب هذه المرة مدرب اللاعب الروسي، طالب بيوكو أظن. الفعل يطالب بيوكو اللاعب الروسي، أيضا ترفض. الحركة الماضية 5 ثواني، 4 ثواني، ثانيتين ونهاية المباراة وفوز الروسي، فوز الروسي. ميخائيل شينكو دانييلا صنف 89 عالميا على حساب أولاد الحاج عمار يونس من بلجيكا، بالتالي الروسي يفوز بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 67 كيلوغرام رجال. تابع هنا لقطة الإيبون التي أعطت إيبون للاعب الروسي. أم لحظات المواجهة، المواجهة القادمة ستكون عن نفس الوزن، تحديد صاحب الميدالية البرونزية الثانية.